وللمتابعة تنضم إلينا على الهواء مباشرة عبر زوم من لاهاي سيادة السفيرة نميرة نجم محامي فلسطين أمام محكمة العدل الدولية. بعد تحية سيادة السفيرة، كيف ترين حتى الآن جلسات المحاكمة وإفادات ومرافعات الدول أمامها حتى الآن؟ أهلا بحضرتك. هو أهلا. مبدئيا كما تم في التقرير السابق في العرض، أغلب من تحدثوا حتى الآن تحدثوا في صميم الموضوع بدعم المسعى الفلسطيني بإعلان أن الاحتلال احتلال غير مشروع في هذا الوقت، بعد كافة الممارسات الإسرائيلية التي تخرق كل المواثيق الدولية. هناك القلة، طبعا كل دولة بتركز في جوانب في مذكراتها أو في مرافعاتها الشفوية فيما يتعلق بأمور خاصة بها ودفوع سياسية مرتبطة كذلك بالأوضاع القانونية لها هي شخصيا، ولكن كل ذلك يصب في مصلحتنا حتى الآن. وأغلب المرافعات عدا القلة هي التي طلبت من المحكمة عدم الخروج برأي استشاري قوي يطالب بإنهاء الاحتلال. نعم. طيب سيادة السفيرة، يعني من الملاحظ أن هناك مواقف قوية تتخذها عدة دول ضد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في ظل استمرار العدوان والانتهاكات غير الإنسانية على الشعب الفلسطيني. ما الذي يمثله ذلك؟ وإلى أي مدى يمكن أن يسهم في كشف النقاب عن الصورة الحقيقية لإسرائيل أمام المجتمع الدولي؟ هو طبعا احنا يعني اما حينما بدأنا المسعى في الرأي الاستشاري لم نكن نتخيل ان الوضع يكون بهذا السوء على الأرض، وهذا دافع من قبل عدد كبير من الدول ان تركز على أهمية انهاء الاحتلال، لانه بدون انهاء الاحتلال سوف تستمر الممارسات القمعية ضد الشعب الفلسطيني وكافة الممارسات التي تعوق دون إنشاء الدولة الفلسطينية وأن يعيش الفلسطينيين في أمان. بلا شك كل المرافعات الشفوية تناولت جوانب قانونية مختلفة تنتهي لنفس النقطة، أن هناك ممارسات من قبل إسرائيل تتنافى مع القانون الدولي وتتنافى مع حق تقرير المصير، وأن كل من يدعم إسرائيل وكل ما تنادي به الحكومة الإسرائيلية في إعاقة إنشاء الدولة الفلسطينية واستمرار الاستيطان كله منافي للقانون الدولي ويأتي بسبب طول مدة الاحتلال الذي يزيد من قمع هذه الآلية ضد الشعب الفلسطيني. ومن ثم نرى أنه يجب على المحكمة الخروج بالقرار النهائي أو الرأي الاستشاري بضرورة إنهاء الاحتلال مباشرة، وأن ذلك لن يؤثر على التفاوض، لأن الدول المعارضة القلة التي تعارض تشير إلى أن أي رأي الاستشاري سوف يؤثر سلبا على مسار التفاوض وإنهاء الأزمة وحل الدولتين إلى آخره. ولكن من جانبنا ومن جانب الدول التي تدعم فلسطين أشارت جميعها إلى أن الخروج برأي استشاري لن يعيق ولن يؤثر سلبا على مسار التفاوض، بل سيسهم إيجابيا في ذلك. نعم، وهذا كان رأي مصر أيضا. يعني جميعنا تابعنا مرافعة مصر التاريخية أمام محكمة العدل الدولية. سيادة السفيرة، إلى أي مدى ترين أن هذه المرافعة جاءت يعني لتؤكد مسعى مصر في دعم القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني عكس ما تروجه إسرائيل في حربها على القطاع الآن؟ هي إسرائيل طبعا بتروج وترمي اللوم على أي دولة أخرى غيرها، وأول من يتم إلقاء اللوم عليه، وطبعا بسبب الجوار والعلاقة التاريخية بين مصر وفلسطين يتم إلقاء اللوم على مصر. جاءت المرافعة الشفوية المصرية مؤكدة لما أتى في المرافعة المكتوبة أو المذكرات المكتوبة التي قدمتها مصر، التي تؤكد على ثوابت الموقف المصري من القضية الفلسطينية، الحق تقرير المصير، عدم الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وقف الاستيطان، وقف العنف، وقف العقاب الجماعي،
وقف جميع الخروقات التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. عرضت مصر وحقيقة بجدارة من قبل الزميلة ياسمين يونس موسى أن عدد كبير جدا من هذه الخروقات يؤثر سلبا على مصر وليس العكس، لأنه للأسف بسبب البروباغندا الإسرائيلية في الإعلام يتخيل البعض أن مصر من مصلحتها استمرار الحرب أو بقاء الحدود غير آمنة، فهذا تم عرضه بشكل عظيم في المذكرة المصرية لإبراز المواقف الثابتة لمصر من جانب، وكذلك أهمية إلقاء اللوم على من هو المفروض أن يلام، بل أن مصر تبذل قصارى جهدها ولكن هناك آخرين يعيقون هذا المسعى، وأهمية الخروج برأي استشاري ينهي الاحتلال حتى يمكن الحصول على استقرار للشعب الفلسطيني بإنشاء دولته. نعم، ده طيب، كله جاء في المذكرة المصرية. هذا الرأي الاستشاري الذي تنشدونه وننشده بالتأكيد جميعا، إلى أي مدى التنسيق يجري الآن فيما بين الدول التي تدعم فلسطين أمام محكمة العدل الدولية مع مختلف المرافعات؟ هل هناك شكل من أشكال التنسيق فيما بينكم؟ بلا شك، يعني في جزء من الفريق القانوني لا يزال موجود حتى الآن في لاهاي لدعم الفريق السياسي الفلسطيني القادم من رام الله الذي لا يزال متواجدا بما في ذلك وزير خارجية فلسطين الذي يلتقي بالوزراء الذين يدعمون القضايا الفلسطينية والذين أتوا خصيصا لإلقاء بيانات بلادهم أمام محكمة العدل الدولية. نحاول في خلال المرافعات الشفوية أن نراجع ما يصدر على لسان من هم ضد الرأي الاستشاري أو من هم يريدون أن يخرج الرأي الاستشاري رأيا ضعيفا نعم لا ينهي الاحتلال، نعم فنحلل ذلك نعم ونتعاون ونتشاور مع الدول التي ستترافع خلال الأيام القليلة المقبلة أشكرك، لتضمين هذه النقاط. أشكرك كل الشكر سيادة السفيرة نميرة نجم محامي فلسطين أمام محكمة العدل الدولية.